السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنقدم لكم قصة جديدة ورواية جديدة من القصص والروايات اللي بنقدمها على القناة إن شاء الله، وبتمنى من ربنا إن القصة والرواية تنول إعجابكم يا رب. فأنا أسعى إن شاء الله جاهدا لتقديم محتوى عالي الجودة ومتنوع، وكل أمل من الله أن تستمتعوا بمشاهدة الأفلام التي أعرضها على حضراتكم. وما تنسوش حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تأتيكم القصص والروايات الجديدة أولا بأول، ومستني تشاركوني بأفكاركم في التعليقات إن شاء الله. وقصتنا بعنوان الأسد المخلص. في قديم الزمان كانت هناك منطقة وسط أفريقيا تعرف بغابات السافانا. كانت تلك الغابات موطنا لمجموعة من الأسود الشجعان الذين يحمون المنطقة ويسيطرون عليها. وكان الأسد المخلص واحدا من أشجع تلك الأسود، وكان يتمتع بقوة وشجاعة لا مثيل لها على الإطلاق. وكان هناك ثلاثة أسود أخرى في المنطقة كانوا يعتبرون المنافسين الأقوياء للأسد المخلص. وكان هؤلاء الأسود الثلاثة يعتبرون الأسود الأكثر شراً في المنطقة، وكانوا يسعون دائماً للسيطرة على المنطقة والقضاء على الأسد المخلص، لأنهم كانوا يشعرون بالحقد والغيرة الشديدة منه. كانت المواجهات بين الأسود دائمة، وكانت القتالات شرسة، ولكن الأسد المخلص كان يتمتع بذكاء كبير، وكان يستخدم ذكاءه لتجنب القتال مع الأسود الثلاثة الشرسة. وفي يوم من الأيام حدثت كارثة كبيرة في المنطقة، حيث بدأت المياه تنقص شيئا فشيئا، وتقل المياه تدريجيا، والجفاف يصيب الأشجار رويدا رويدا، وبدأت الحيوانات تموت جوعا بسبب نقص المياه والطعام، وتموت عطشا ومرضا بسبب قلة المياه وانعدامها بعد ذلك. وبعد أيام قليلة اتفق الأسود الأربعة على أن يعملوا معا للعثور على مصدر غذاء جديد للحيوانات في المنطقة. وكانت الأسود الثلاثة مترددة في البداية، لكن الأسد المخلص استطاع أن يقنعهم بأن العمل معا سيكون من المفيد للجميع. وبعد البحث الطويل عن مكان يأويهم ويكون به أشجار ونباتات ومياه،
تمكنوا أخيراً من العثور على مصدر غذاء جديد وكبير، ومياه غزيرة وأنهار وأشجار ونباتات كثيرة، والحياة فيها مليئة بالنباتات الجميلة والأشجار الكثيرة والكبيرة. وكان ذلك يعني أن الحيوانات في المنطقة لن تموت جوعاً بعد الآن. وبعد ذلك قرر الأسد المخلص أن يقوم بتشكيل فريق أسود جديد ليعملوا معاً كفريق واحد لحماية المنطقة من الأعداء والحفاظ على التعاون والصداقة بين الأسود. وقد وافقت الأسود الثلاثة على الانضمام إلى الفريق الجديد، وبذلك تمكنوا من تغيير وجهة المنطقة، وأصبحت غابات السافانا مكانا أفضل للحيوانات والطبيعة. وهكذا تعلم الأسود الأربعة أن التعاون والعمل المشترك قد يؤدي إلى نتائج مذهلة، وأنه يمكن للأعداء أن يصبحوا أصدقاء إذا عملوا معا بجدية وصدق. وكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا التي أرجو من الله العلي القدير أن تكون نالت إعجابكم. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو إن عجبتكم القصة. وفي النهاية أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.